اليوم رح اكون دي جي على ارتفاع 260 متر ورح اخلي كل الابراج والناس اللي حوالي تطلع وتتفاعل معي. مثل ما كنتم شايفين الحجر المنزلي المكتب تبعي تحول لجيم، فأنا هلأ هون حالياً بالمكتب تبعي وهو جيمي المؤقت حالياً مشان أني أضل محافظ على لياقتي. بس قبل ما أبلش الفيديو لازم أسلم عليكم أول، فمرحبا شباب، كيفكم؟ شو أخباركم؟ عامر شو معاكم، أهلا وسهلا فيكم بقناتي. أنا حالياً اليوم ما رح أفرجيكم مكتبي، عملت فيه كتير تغييرات جديدة، بس اليوم بدي افرجيكم شو الاشياء اللي بعملها خلال فتره الحجر المنزلي. طبعا في كثير شغلات بعملها، في كثير متحمس افرجيكم شغلات، في شغلات احيانا، في اشياء احيانا بعملها كل يوم، في اشياء ما بعملها كل يوم، فحسب يعني. لانه بصراحه انه فتره حجر منزلي بس انا مبسوط فيها، لانه عن جد في عندي كثير اشياء من زمان انه عم بخطط اعملها بس ما كان عم بيكون عندي وقت اني اعملها. واذا انتم جداد على القناه لا تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، لانه عن جد دعمكم كثير مهم، وكحط لكم كمان حساباتي على الانستغرام هون، اعملوا لي فولو. مثل ما كنتم شايفين حاليا عم بجهز فيديو ان شاء الله رح انزله قريبا، وهي عم بشحن هون كاميرتي بروكو لانه بدي اخذها معي، بدي اروح هلا على السوبر ماركت ولازم اغراض الزيت فبدي اروح اشتريهم. طبعا شباب مكتبي ما رح افرجيكم اياه هلا لاني اوريدي صرت مغيره كذا مره، بس بالنهايه استقريت على الوان معينه وستايل معين، فعملكم فيديو كامل رح اشرح لكم فيه شو التفاصيل كامله وليش غيرته وشو الالوان وشو كانت الفكره وشو الهدف وهيك. فحاليا ما رح افرجيكم اي شيء فيه، يمكن شفتوا شوي الالوان المستعمله وهيك، بس رح احكي لكم عليه بالتفصيل فيديو خاص انا عامله وان شاء الله قريبا رح ينزل. فاليوم خليني بس افرجيكم شو الاشياء اللي رح اعملها اليوم بالكوارنتين. شوفوا قديش في اناني فاضي بدون تكبيس. طبعا هدول انا زوجتي بتخلي لي اياهم بس الاناني يفضل تجمع لي اياهم عشان بس اجي اكبسهم كلياتهم، فهلا رح افرجيهم كيف طريقه التكبيس اللي حابب يتعلم. اول شيء طبعا لازم تفتحوها وبعدين حابين جربوها بالبيت. هذا اطمئن جنجر اكيد بتعرفوه، ما بعرف اذا شفتوه بالفيديوهات، مره نزلته بفيديو واحد جنجر. وهنشوف الكرسي اللي بيقعد عليه، بيقعد على احلى كرسي بالبيت. بحب يدلل حاله. ها نزل، رح فرجيكم جنجر كيف مصلحته. شوفوا 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 هلا كيف موجود هو هنيك. باخذ له هلا هاي وبروح حلبه هاي الويسكس. جنجر جنجر، شوفوا 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 كيف هذا. شوفوا جنجر، ها شو كيف بيوقع. روح قلبه هالاكله كثير بحبها. خليني هلا افرجيكم كيف باخته بلعب معه. شوف شوف هلا. بصراحة أنا بحب أحط كاب لما أصور، بحسه بيطلع أحلى خاصة وأنا لما أكون لابس بسكاجول. على فكرة شباب هاي اللوحة اللي شايفينها هلا هي لوحة راسمينها أنا وزوجتي مع بعض، فهاي اللوحة نحن عاملينها مع بعض، فأعطوني رأيكم فيها. شو رأيكم فيها؟ شوفوا عن قريب فيها كتير تفاصيل، حتى أبعادها كتير كبيرة، يعني هاي اللوحة حجمها كبير. كسوكي كنباي. طبعا شباب فترة الحجر الصحي انا بعرف انه كثير، في كثير ناس منكم ملانين وكثير ناس زهقانين من قعدة البيت انه ما عم يطلعوا وكذا، خاصة الناس متعودين يطلعوا كثير وهيك، بس انا بشوف هاي الفترة كثير منيحة، لانه اول شيء انه ممكن تخلص كل الاشياء اللي عليك اللي صار لك زمان عم تحاول تخلصها وما عم تزبط معك ودائما بتأجلها وهيك. خاصة بالبيت ممكن تعمل كثير اشياء، ممكن تشتغل على حالك، ممكن تبني مثلا ويب سايت لك، ممكن مثلا تعمل كثير قصص. وهون مكان ما نحن عايشين صارت اغلب الشركات انه تخلي الموظفين يشتغلوا بالبيت،
بس يعني تركوا قطاعات معينه انه ممكن يضلوا يشتغلوا مع اخذ الاحتياطات طبعا. انا بالنسبه لي بروح كل يوم على الشغل، بنزل على السايت لانه انا في عندي مشاريع شغاله اوريدي، فلازم انزل اشيكه وهيك، بس طبعا باخذ احتياطاتي، بلبس جلافز، بلبس ماسك، بلبس هالامور، وبترك مسافه بعيده عن الناس، بحاول ما كثير احتك معهم بحيث اني اضل بالسيف سايد. وزوجتي انا طبعا قاعده بالبيت، هي ما بتشتغل، انا بس الوحيد اللي بطلع وبدخل، وحتى كمان لما اروح سوبر ماركت او شيء بروح لحالي، لانه بقول انه الاحتمال ممكن يكون اقل اني اذا رحت لحالي، لا سمح الله اذا واحد مرض، انه بتعرفوا اذا رايحين اثنين الاحتماليه رح تكون اكبر انه غير انه اذا رايح شخص واحد. فيعني بحاول اخذ احتياطاتي قدر الامكان. احكوا لي انتم كمان شو بتعملوا بالبيت، شو الاشياء اللي بتعملوها؟ اول ما اصحى الصبح طبعا اكيد بشيك تليفوني وبشيك الاخبار وهيك، وبعدين بروح بصير بتمرن عندي بالبيت شغله ساعه، وبعدين الصبح بروح على شغلي وبشوف المشاريع اللي شغال عليها وهيك، وبعدين بس برجع المساء. يعني احيانا بعمل ايديت للفيديوز، احيانا بشتغل بكون عندي شويه كم شغله على الكمبيوتر لازم اخلصها، احيانا بقعد بتفرج على نتفليكس. حاليا طبعا باي ذا واي عم بتفرج على سيري اسمه لاكاسا، اكيد بتعرفوه، اكيد كثير منكم شافوه، وحاليا بلشت اشوفه، عن جد سيري كثير حلو شباب، بنصحكم انكم تشوفوه. هي حاليا اخوي عم بتصل لي، مين بدي احكي معه؟ يا عبود شو عم بصير معك؟ شايفني عم بصور؟ يا اخي حطه هون. شو اخبارك؟ والله تيكي كده رجعتها. تيكي؟ كيفك يا حبيبي؟ شو عم تسوي؟ والله تمام، والله قاعد عم بصور فلوج، فقلت اتصل لك واطلعك بالفلوج معي. شايفني انت صح؟ روعة. والله انا عم بشتغل اونلاين، كله شغل اونلاين. كله شغل اونلاين ها؟ اي والله اونلاين. امور روعه بالاونلاين، احلى الامور الشغل. والله عجبك الموضوع اكثر؟ حبيت اكثر. لابس من فوق بلوزه، من تحت لابس شورت، خلص انتهى الموضوع، او لابس قميص من فوق وجرافه ومن تحت شورت، انتهت القصه. الله عليك يا معلم. والله تمام تمام، انا والله بتعرف يعني عم بروح على الدوام وهيك، كنت عم بقول بالفلوج انه انا صار لي تقريبا شهر مو شايفك. والله اشتقت لكم كثير برو، انت وبنتك والجميع. والله كمان والله بالاكثر حبيبي عمور. حبيبي يلا ان شاء الله الامور روعه ودائما الامور للافضل باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. هلا بدي اروح على الجمعيه وبدي اخذكم معي وافرجيكم شو الاشياء اللي راح اشتريها، بس قبل ما اروح لازم البس الماسك، وعندي علبه جلابس. خليني البس انا على السريع. عم بفكر اشتري الماسك الاسود، في ماسك شفته ناس لابسينه لونه اسود، عن جد كثير عجبني، يمكن احلى من هذا لونه ابيض، داك ستايل شكتر حسيته، فيمكن بيطلع احلى، شو رايكم؟ طبعا نحن هون عندنا هلا فرضوه قانون انه لازم تلبس جلافز وماسك في الاماكن اذا طلعت من البيت، يعني الاماكن المغلقه وهيك، فعلا ما عرفها، يعني عن جد كثير مهم، لازم حلو انه في قانون يجبر الناس على هالموضوع، لانه شغله كثير منيحه للكل يعني. هلا صرت جاهز، هلا خلينا نروح للجمعيه. ليتس جو. بالعاده هذا الشارع بيكون مليان سيارات وزحمه وهيك بالايام العاديه، شوفوا هلا بسبب الحجر المنزلي الشوارع كيف فاضيه وما في حدا، يعني بتلاقوا والله هم سياره سيارتين. شباب انا هلا حاليا رايح على الهايبر ماركت عشان اشتري الاغراض اللي لازمتنا. وبصراحة بدي لازم احاول اخلص على السريع لانه لازم ارجع قبل 8، لانه بعد 8 هي فترة التعقيم، فما بصير حدا يطلع لبرا. طبعا هون بتلاقيهم اخذين الموضوع كثير سيريس وستريكت، لانه عن جد يعني الموضوع ما فيه لعبة ابدا. وبصراحة انا من كم يوم الشرطة وقفتني، كنت طالع يعني كنت طالع مع اني الظهر تقريبا، والشرطة وقفتني وسألوني عن تصريح، وكانوا عم يوقفوا كتير عالم، يعني حتى شفت انه تقريبا كل منطقة، كل مدخل منطقة، كل كذا عم بيوقفوا العالم وبيسألوهم انتوا وين رايحين واذا معك تصريح وكذا. فعن جد طبعا انا مع هاي الشغلة، مع 100%، لانه عن جد شغلة كتير مهمة، وهو بالنهاية عم بيعملوا هالشي مشان صالحنا. يعني طبعا هون الاشياء اللي ممكن واحد انه يرحلها في شغلات معينة عاملينا، اللي هي الشغلات الاساسية، مثلا اذا حبيت تطلع سوبر ماركت تشتري اغراض، او مثلا حبيت تطلع مستشفى او شيء، يعني هدول الشغلات اللي ضروريه جدا.
ومثل ما قلت لكم انه في بعض القطاعات الشغل اللي هي بحقوا لهم يطلعوا هي من ضمن الانشاءات، مشان هيك انا عم بروح على الشغل. هون مثل ما لكم شايفين باقي لي 5 دقائق تقريبا لاوصل، بس يمكن رح اطول شوي بالجمعية لانه لازمني كثير اغرب. خلصت الله اشتريت الاغراض كلهم. How are you my friend؟ الحمد لله. What's your name؟ عزاب حسين. عزاب thank you for helping. Welcome sir. Very good. تو هلا رجعت من الجمعية وما اشتريت كل الاغراض اللازمين لانه ما لحقت، في اغراض رح اجلهم لبعدين لانه بدي احاول الحق هلا ضوء الشمس وبدي احاول اجهز برا البلكون ولسه في كثير اشياء بدي اعملها. خلوني افرجيكم شو بدي اعمل هلا. اول شيء هذا السبيكر ما بعرف اذا شايفينه. هذا السبيكر بدي احاول اخذه لبرا وبدي اخذ معه كمان الامبليفاير. بدي احاول اجرب الصوت، بدي اشوف الصوت كيف حيطلع قبل ما يصير ليل، بدي اشوف اذا الصوت قوي ولا لا. عامل تجربة على السريع. واو amazing. listen guys. طبعا هذا مو الصوت كامل. شوف الصوت يعني شوفهم مالي معلي للاخير. زعلته الاخير هذا النص بس. زعلته الاخير شوف كيف حيصير. سو شباب نحن هلا صارت الساعة تقريبا 7:45، باقي تقريبا ربع ساعة او 10 دقائق انه كل الناس رح تصير تطلع من البنايات من الابراج ورح تصير كلها تتصفق مع بعض وتصرخ وهيك. فاليوم رح اكون دي جي على ارتفاع 260 متر ورح اخلي كل الابراج والناس اللي حوالي تطلع وتتفاعل معي. رح تشوفوا اول شيء هذا اللابتوب اللي رح يكون عليه الميوزك كلها. هون رح تشوفوا في عندي لايت، هذا اللايت بدي احط عليه بدي اعمل عليه افكت لايت. وهون في عندي اللي هو هذا البارتي لايت. منين بيشتغل هذا؟ رح تشوفوا هذا بدي اعطي افكت، شايفين؟ وهون في عندي امبليفاير وهذا السبيكر الاساسي اللي حيكون عليه الميوزك. سو شباب هلا فيكم تشوفوا نحن الارتفاع اللي فيه، شايفين نحن على ارتفاع كثير عالي. شايفين كيف المباني مبين كثير صغيره؟ رح فرجيكم تحت. بخوف كثير. شايفين الارتفاع تحت؟ طبعا هو هلا وقت الكورنتين مثل ما كنا شايفين الشوارع فاضيه تماما، لانه هلا عم ينظفوا الشوارع وعم يعقموا هالامور يعني. هاي عالم هنيك كمان طالعين برا. حابب اتشكر كثير الدكاترة بكل انحاء العالم لانه عن جد الفضل لهم، وهو هلا الناس الاكثر شيء عم تتعب واكثر شيء عم تسهر بحيث انه يلاقوا لنا حل لهالازمة اللي عم نمر فيها.
فشكر كثير كبير لهم، ونحن شو ما عملنا رح نكون مقصرين بحقهم. ولكل الناس اللي قاعده بالبيت وملانه وما عم تعرف شو تعمل، اتوقع فيكم تلاقوا شيء ممكن يسليكم، وان شاء الله هي الازمه رح تمر قريبا، رح نخلص منها ورح ترجع حياتها طبيعيه مثل ما كانت. اتمنى الله يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم بتعرفوا شو تعملوا، لايك شير اشتراك، ولا تنسوا كمان تفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل فيديو جديد عم بنزله. بشوفكم بالفيديو الجاي. بس قبل ما اروح هلا رح اشغل اخر غنية One Last Dance.